السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه ريندر فورست، موقع جبار، هو موقع انجليزي لكن الواجهة بتاعته متعربة. فهنلاقي الموقع فيه مثلا مقاطع فيديو، ممكن تعمل افتتاحيات للفيديوهات بتاعتك، ممكن تعمل مقاطع متحركة، ممكن تعمل عروض فيديو تقديمية، النصوص متحركة، مقاطع سنوية، حاجات كتير جدا. تقدر تعمل موقع الكترونية من خلاله، شعارات، نماذج، تصميمات، استكشف الذكاء الصناعي، حاجات كتير جدا بالذكاء الاصطناعي. احنا دلوقتي بنتكلم على مولد المقاطع المتحركة بالذكاء الاصطناعي. طيب انا مثلا عايز اعمل درس عن مثلا، وليكن مثلا احمس كان من بداية الاسرة الـ18. عشر من تاريخ مصر، تمام. ممكن حتى نكتب له أحمس مثلا، الملك أحمس، ونقول له اعمل لنا المقاطع بالذكاء الاصطناعي، ونتفرج بقى على الجمال. حاجة تحفة، تمام. عندي فكرة الفيديو، تمام. دي اقتراحات هو بيقترحها. بص هو عمل ايه؟ قال لك هنتكلم عن مقدمة عن الملك أحمس، ونشأة الملك أحمس، إنجازات الملك أحمس، التأثيرات الثقافية والسياسية للملك أحمس على مصر، تطورات الحضارة المصرية خلال العصر الأسرة الـ18، قم بالسحر. طبعا لو عندك تعديلات هتقول له تخصيص، ماشي، تقدر تعدل فيه، تقول له مثلا خليها رسمي، خليها ودي، خليها تثقيفي، تمام، زي ما انت عايز. العودة ممكن بقى ايه، تبدأ ان انت تتحرك ده وتخليه فوق تحت زي ما انت عايز، بس اللي هو عامله ده صح، يعني ما عنديش تعديل عليه. وهنشوف بقى ايه السحر اللي هو يعمله، هو فعلا سحر. تعالي نتفرج على السحر. هو على فكرة انا موقفش الفيديو، تمام، يعني هو ده الوقت الحقيقي فعلا. ملك أحمس والأسرة الـ18 في تاريخ ما. نشأة الملك أحمس وتوليه الحكم. إنجازات الملك أحمس خلال فترة حكمه. هو حطينا كده الحاجات الأساسية، إحنا بقى نبدأ نعدل. يعني في صورة مثلا العلم بتاع السعودية ملوش علاقة بالموضوع، فإحنا نبدأ إن إحنا إيه، نعدل صورة بصورة تانية، نبدأ نشوف النصوص والألوان والحاجات دي كلها. بس بقى يعمل لي الحاجات الايه الاساسيه اللي انا اقدر استخدمها في الفيديوهات. طبعا هو ما عندوش يعني الصور اللي حاططها محتاج كلها تتعدل، يعني تمام، كل واحد صوره فيها هنبدا ان احنا ايه، نعمل ريبليس من الصور اللي موجوده هنا. طيب لو عايز اغير الصوت لان الصوت مش مظبوط، ممكن اقول له ايه، تحميل، وابدا ارفع الصوت او من دروب بوكس، او اسجل انا الصوت بتاعي تسجيل. ممكن ابدا اشوف عناصر انتقاليه من هنا لهنا. القصد ان هو بدا لي حط لي الحاجات الاساسيه، انا بقى اعدل عليها زي ما عايز، بحيث ان انا اقدر اعمل درس تعليمي بسيط. حتى ممكن تبقى ايه، عباره عن شرايح وانا ايه اوقفها واتكلم انا. يعني انا قلت لهم ان احنا اول موضوع هنتكلم عن كذا، ثاني موضوع كذا، اوقف وابدا ان انا اكمل. هو يعني كبدايه كويسه، لكن محتاجين ان احنا ايه، نعدل عليه وما نصدرهوش للناس على طول. طب هتصدر ازاي؟ هتيجي هنا تصدير، هتقول له ان انا عايز اصدر جودة اتش دي 720، لو 1080 ده محتاج ان انت تكون مشترك بفلوس. اللي انا عامله ده اللي هو ايه، ببلاش.